مشاهدينا، على هامش الانطلاقة الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب كان في ندوة مهمة حضرها عدد كبير من جمهور المعرض عشان يتعرفوا عن أو يتعرفوا على رحلة الكاتب الكبير صلاح جاهين ورباعياته الاستثنائية اللي لسه باقية وبتتنقلها الأجيال حتى الآن. تقرير خاص لزميلنا رامي محمد، خلينا نتابعه مع حضراتكم ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر. حالة من الاحتفاء والتقدير لأعمال الشاعر الكبير صلاح جاهين جاءت على هامش فعاليات ندوة بعنوان صلاح جاهين ودوره في شعر العامية ضمن وقائع فعاليات وأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54. صلاح جاهين هذا الشاعر العظيم، بل الفنان يعني الكبير متعدد المواهب. حضر الندوة بهاء جاهين نجل الشاعر الكبير صلاح جاهين والشعراء أمين حداد والباحث مسعود شومان. أدار الندوة الشاعر والإعلامي سامح محجوب، وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اختارت الشاعر الكبير صلاح جاهين شخصية المعرض في دورته الحالية. صلاح جاهين ده محبوب الشعب واختيار مثالي لأي معرض كتاب لأنه متعدد الجوانب، فيعني بيضمن لأي معرض يختاروا شخصية العام إن كل يوم يبقى فيه ندوة على الأقل عن صلاح جاهين في جانب من جوانبه الإبداعية.